Children are detained, blindfolded, handcuffed. They don't know their rights. Most of the time they sign papers they can't read. It is an experience that stays and lives with the child. For 3 days, you don't know where your child is, if he's dead or alive, or what's happened to him, what crime did he commit. You don't know anything. And then after the child is released, you know, the families become overprotective. The Israelis issued some guidelines and rules to honor the international standards. Yet in practice, we don't see this happening. Most of the time, they don't honor these guidelines and rules. في صوت خبط باقي طلعت الجندي بصحفي بيقول لي قوم يا حبيبي تعال معنا. الحين انا اول ما يشوف الواحد بني ادم بشوف اشي يعني اللي يطمن منه، مش اول ما يشوف يطلع له جندي مع سلاح وتغيير يعني اللي يرعبك. كيف مس شوفت زغط اجم تحت الشجر يعني انت ما كنت شايفهم؟ نعم. اكم من جندي مسكك؟ أربعة. وكيف حطوك جوا الجبة؟ دخلنا أول شيء على المستعمرة، قعدت على ما كنت شايف تحتي، بس كان كثير ضرب. جذر السلام نفرية دائما من فوق من برد جاد لشنا داعية، فمرضت شرد علي، قلت ماشي قد ما أقدرت أشد أنفذ مني نفذت ما قدرتش، هذا ما لحد أما جعلي شتنا من رقب تخذنا على البرج، عطنا في البرج وكلبشني في كلبشات بلاستيك. قاعد جاب كاسة مي حبت حلو قاعدت أنا بجيب زرب بتمبر مسؤول عن بتمبر بلش يقول لي اهدى انت الحين وإن شاء الله تروق من هالحكي. طلع من هنا جت سياسية أخذتنا عاصمة، حتى نجي الدكاترة وأول إشي عالج الكلب، شافوا سنانك يفضل الأمير عالج الكلب، وبعدين الأمير مسكوه يزتوه في الجيب. لبست جهزت حالي وكلبشوا لي إيدي يعني، ظلت نازل غطوا لي على عيني، ركبت في السيارة على أساس إنهم يعني ودوني يعتقلوني خلاص. له هذا ولد صغير عمره 10 سنة ونص، شو هذا سوى؟ لا أقول أنا بدي أخذ معي المخابرات. قلت له هذا شو سوى في جيش دولة إسرائيل؟ أنتوا كلكم خايفين من هذا؟ طب راجع كلبش لي إياه، كلبشوا بدي. قلت له أنتوا يعني إيه؟ شو هذا شو سوايكم؟ شو انتو شو الخوف اللي بسبب الكل؟ عبد الرحمن يعني ما سوى شيء. ابني في الصف التاسع ملتزم في مدرسته، طلاب الشطار، زائد انا في عندي شويه شغل في الدار، في شويه تصليحات في الدار بشتغل، وهي ما بيشتغل. بلشت سياسة الضرب يعني في السيارة، من كوس مش ليط يعني أي شيء يخبطوا فيه يعني لدرجة إنه وجع من جناب يعني، فأكثر من ضرب أجتني. رحت على سجن في عصيون، قبل السجن رحت على تحقيق ثاني يوم الصبحية بعد المستشفى، رجعوني على كرم السورة المستوطنة.
ظليت غادي نايم. وين كنت نايم؟ كيف كنت نايم؟ بقيت نايم هيك جوا وانا قاعد. بالجيب ولا؟ لا ما اعرف شوي بس بقيت معصب. اخذتوا لي على عينيا الحين بلشوا الحين انا حطوني في زاويه الجيب من جوا. الجنود الحين احنا بين رجليهم يعني بلشوا يضربوا فينا برجليهم. انا وعده شباب من المخيم يعني اعتقلونا فبلشوا بالضرب يعني في 5 دقائق هم بيضربوا فينا بعد توصلنا للمستوطن يعني لو ما ابعد لا طولوا معنا. بعد هي حطونا طبعا مغطينا عينينا كلبشين شبحونا يعني تقريبا 4-3.5 شيء شبحونا عروس صبعنا كنا يعني. جيب حملنا 2 ودونا على مركز المستعمر. سألني شو اسمك وقديش عمرك. قعدنا هنا بعدين صار يضرب علي في حجار. كيف قاعد انا قبالهم هم يضرب علينا حجار. كانوا الحجار يجوا فيك. انت كنت مكلبش ومغمض عيونك ما كنت شايف شيء. وكان رايح وجاي يضرب. بعد يمكن 5 ساعات جينا وطلعنا على السوق. وانا هيك الحين ما بقيتش ادافع عن نفسي لانه انا مربط من ايدي ورجلي ومغطى على عيني. يعني اي واحد بيضربني من ورا بعرفش منه. فبلش يضربوا فيا بشكل يعني بهمجي بدهم يعني كانوا بدهم يقتلوا الواحد. بعدها ركبت في الجيب اخرى مره ودونا على مركز التحقيق. The main philosophy of interrogation is to exert as much as pressure on the person who is under interrogation and keep his resistance as low as possible. ودونا مركز التحقيق يعني تلاقيت مع اكثر من ضابط بلشوا يحققوا معي يقولوا لي تعال تخافش بدناش نضربك احكي عن اللي صار معك اعترف على الشباب اللي كانوا معك ومن روحك. بعدين صار يدخل الجنود وعشان يخوفني. وايش كان يحكي؟ شو كان يحكي لك؟ شو كان يسرك؟ كان يقول لي اعترف انك بتضرب وعشان اروح. قلت له ما فيش علي شيء عشان اروح. قلت له ما ضربتش. قول لي انت بس اعترف وعسلي بروح. قلت له ضربت بقول لك بس ما ضربتش. كان خاصة دخلت عند مشرف عن يعني عن حالات الزينة وبلش يحكي معي وبدأ أنا يعني أعترف. أنا أول مرة ما اعترفت طلعت أخذنا عند المستوصف يعني تقريبا في 2 كيلو من هذا المستوصف 4 مرات أخذ مرجعني مشي. آخر مرة بعد دخلت عند المشرف بلش يحكي أنا ما لقيت منبه معه لو بدخل لي واحد طويل وضخم لو بضربني على رجلي. اعترفت حجري بده يعني احكي اشي ما عملتوش عشان قبلي حاله قبل غيري. فانا بقول له يعني احكي اشي مش عامله انا يعني اشي صعب هذا على البني ادم. فاضطر انه يصير يضربني مسكني من راسه وخبط راسي في الطاولة ضربني هنا بوكس عبطني. كان في شخص واحد يحقق بدون جواب جنبه بعدين دخل كمان شخص الى سوالف وبطقية هذاك كان يمد ايده ويضرب استخدم الضغط النفسي اشترش بعد كده باخذ اخوك اجيب اهلك بهد الدار بسوي اي شيء يعني وصلت اني اقول لي انا بدي اطلع اخذ اخوك الحين زي ما استبيت دخل علي القسم شرحت له القسم ايش ايش القسم صار معي هيك يعني ولا صار شيء يعني اجت واحد لو اجي واحد علي دخل علي عشان يسمع بس وما سوي شيء يعني وقفت رجلي يعني رجلي كما كانت يعني منفوخة مش رايحة بعد شهر لما أجوا علي هذول في مس يعني في مس بيحكوا فرجوا رجلي شاف رجلي مش سوي ليش قلت لي من رجلي قلت لي ليش شاف رجلي كيف بعدين جاب مجلد كانت هي جنازة عندنا في البلد وجاب مجلد ففتحه قدامي شفت الصور ما اعترفتش على إيش كان صور للشباب يعني دون اعترافات ايش ممكن قعدت 5 دقائق بعد 5 ساعات بعدين طلعني على البصمات بصم ترجع التحقيق بصم ترجع التحقيق تمنى لقي لي صور
دخل له وقول لي روح بديش تحقق تكمل معه خلاص روح. واحد أجنبي بقول لي سلم علي بقول أنا المحامي تبعك حالياً. عرف عن حاله ولا؟ لا ما عرفش ما قالش اسمه. قال أنا المحامي تبعك أبوك حطني. إيه طبعاً أنا وظيفتي إني أحميك من الأعداء ومن الكلام يعني. قال لي أنت عارف فلسطيني زي زيك اعترف عايش بسيط وبروحك يعني. اعترف بالله مثلا حجرين ثلاث وروح. بقول له كيف يعني احكي ايش مش عامله انا عارفك محامي تبعي بحكي لك الاشي اللي صار معي اكذب عليك متى محامي تبعي دافع علي. فلو بقول لك اللي قال صار بده يضربني استغربت انا من اسلوبي يعني المحامي ما بضرب المحامي بيدافع عنك اجى بده يضربني الا بقول لك اللي اذا ما بتترفش بس جيناك ست شهور. وبلش يقول شلح الواعي بلش يفتش في واعية وهذا يعني قال لي أنا مشلح طلعت على البوسطة طلعنا في البوسطة أنا مشلح قلت تقريبا 4 ساعات في البوسطة وأربع ساعات يعني تجمدت يعني صرت ثلج هذا وبلش تخط البوسطة عشان يفتح لي ولا حياة المتنادي وصاب وتقييم حوط آخر إيش فتح الباب بقوة فتح علي جد يضربني فأنا يعني سكت مش خاسني فقلت له سجان ودرس وبلشت احكي معه قلت له سجان قلت له تعال ورا انا مشيت ورحت وراه وجاب لي بطلون البلوزه انا وقتها كنت لابس بطلون رياضه نص كم وبضي دقيقه يعني مش ثبت الواحد يتسلج على فيها when they got a Palestinian child in solitary confinement, this child will be ready to give a confession when the Israeli interrogator interrogates him because he wants to get rid of this situation. We pass out brochures to them to know more about their rights when they're detained by the Israeli army. We also tell them some, you know, a few stories and of what happened to other children. طلعنا على الصيون مشيت يمكن حوالي 5 كيلو وانا مكلبش ومغمض ما بشوف شيء. ودوني على هذا غرفة صغيرة زي الزنزانة شبيب الزنزانة اكل ممنوع ريحة كريهة شبابيك ما في شيء واكثر من واحد بيكون وامرات بحطك لحالك يعني كيف بتعرف كيف بدك تقضي وقتك ودنيا ساقعه واذا بدك تنام ما بتقدرش مش لابس شيء. هذا يعني خلاني إني يعني ما أنامش إنه أجتني فترة يعني أظن نام في الدار ما أقومش يعني من كثر من التعب ما روح من السجن. طبعاً في 40 يوم هذولا 14 محكمة حضرنا إلى أين مسجلات مع الأستاذ إياد مسك 14 محكمة حضرنا. أنا توتر صعب يعني كل شيء مثل فص نص إن قضينا رمضان يعني أنا توتر صعب ومع وضع غزة اللي صار وقتيتها زادوا علينا الضغط جوا يعني كل شيء بذل الأكل الخربان من تاريخه كله يجب بس ما ينفجأ واحدة الساعة يعني تقريبا 6 الصبح لو جيني شحروف قالت نستنى الثمانية في الثمانية ما أطلعوني من الجسم قعدونا في الامتناع تقريبا 9 PM تمنوا أطلعونا من الامتناع أعطوا كل واحد اللي إله نظل معه هناك محكم هناك أعطونا إياهم وطلعنا وعادوا رجعنا الامتناع قعدنا من يعني خلص مع السكر السجن كلياته طلعنا على البوصة أخذونا يعني ورخونا على البوصة توفر وبدور على اللي فيش حدا اللي ملاقيني لما باقين قبل اليوم يستنى فيا يعرفوش إنه يعني يوم الاثنين براوي فأركبت سيارة ورحت روحت أنا جيت عليهم دخلت عليهم فجأة يعني ما فيش حدا بين وهذه دخلت جيت وكملت حياتي. لبست أواعي السجن ظلتني في السجن هنا لا أواعي لا دفع ما فيش يعني وساقع وش فيش شبابيك مسكر عليك لا أكل لا ماء. خلوك تحكي مع أبوك خلوك تحكي معه. بحكي له بدحكي له مع أبوي بدي أنا أكل وين أنا يعني ما بعرف شو أنا يعني من حقه. قال لي لا انت الحين بحكي انا معه وعشان احط لك محامي. حكموا عليك ولا كيف؟ حكموا عليك 2 شهر وكفاله. قضيت 2 شهر؟ 2 شهر وكفاله. قديش الكفاله؟
2000 We notice behavioral changes with children after they get released from detention. I believe that every child who is interrogated and incarcerated by the Israeli authorities is psychologically affected as a result of this experience. The level of the affection depends on the age of the child when he has been arrested, the methods and techniques of ill-treatment and torture used against him, and also the period that he spent inside Israeli prisons, because the life inside Israeli prisons is a very harsh life. More than 60% of Palestinian children are incarcerated in a prison inside Israel, which is against the international law. During their stay in these prisons, especially during the first 3 months, they are not allowed to receive family visits, and also they are not allowed to make telephone calls. And for almost all Palestinian children, this experience is the first experience for them to be separated from their families. The children were completely changed. I mean, the way that they react about this, I mean, how they treat their parents well after the detention. I mean, it's something that really affects the respect of the children to his parents, also to his siblings, brothers or sisters, and also to his acceptance of education, you know, and just improving and developing himself. A lot of them, you know, just decided to drop out of school. حياة الطفل الفلسطيني طبعا كلها خوف وذل وقهر وكل إشي يعني بتعلق التعليم كل ذل وقهر يعني إشي بجميلة بسوه والتجربة اللي بخوضها الطفل الفلسطيني مش سهلة شعور لا يوصف. Most of them they leave their schools, they don't go to schools anymore, they just go to work. Or some of them, they leave from Hebron to live in a faraway village where it's maybe further from the soldiers and the settlers and all these confrontations, so they can maybe relax and recover from the trauma that they had and that they experience in their life. Even the image of the father who is right there in the house and is not being able to actually to defend basically his family from these Israeli soldiers is actually for the long run is eroding the vision or the image of the father who is supposedly, you know, protect the family against any danger, while, you know, the kid in the back of his mind, well, the Israeli soldiers came in and he couldn't do anything. يعني مميزين بتحسهم انهم بيطيروا منك وما بتفقد السيطرة عليهم يعني حتى بتحس انهم بنهاروا قدامك ومش قادر تعمل لهم اشي وخاصة امير احنا عندنا مشكلة مش بسيطة احنا مش عارفين نتصرف معاه يعني ولا اي قضية عارفين نتصرف معاه يعني شعورك بتمنى يعني على العالم ان يوجهوا رسالتهم بالضغط على اسرائيل بعدم اعتقال الاطفال لان الاطفال يعني بتم معاملتهم في السجن يعني معامله مش طبيعيه. Thank you.